حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. اتهمت حكومة كردستان العراق حكومة السوداني بتعمد تأخير إرسال مبلغ 700 مليار دينار والذي كان يفترض وصوله في الأسبوع الماضي. وأشارت حكومة كردستان العراق إلى رفض سلطات أربيل خروقات حكومة بغداد بشأن الاستحقاقات، وأن وفدا من حكومة كردستان العراق سيزور بغداد هذا الأسبوع على أمل إصدار قرار نهائي وجذري بهذا الشأن وعدم تعريض الموظفين في كردستان العراق لظروف صعبة ومقلقة على حد تعبيره. قال مراقبون إنه لا بوادر بالأفق لحل أزمة الدولار على الرغم من عدم وجود معارضات داخل البرلمان أو قوى معارضة لحكومة السوداني. أضاف المراقبون أن سرقة الأمانات الضريبية واضحة، وهي تتعلق بشبكة بعض من ورد اسمهم وأتى، وتم ترتيب ملفهم قضائيا وإخلاء سبيلهم، منهم النائب السابق هيثم الجبوري والمديرة سابقا للمصرف العراقي حمدية الجاف، المتورطة أيضا في تقديم القروض لشخصيات محددة. وهناك تناقض غير مفهوم في الإعلان عن المتورطين. قال خبراء اقتصاديون إن هناك مشاكل نقدية ومالية متراكمة ومتشعبة تضرب جذور الاقتصاد العراقي وتزيد الوضع سوءا. وأشار الخبراء إلى أن الحلول التي تقدمها الحكومة لا تتماشى مع السياسات التي يتبعها البنك المركزي والتي تكبل وتمنع حل الأزمة التي يعيشها الاقتصاد، ما سيجعل الأزمة تستمر في ظل تبديد الأموال وارتفاع الأسعار. وفي خبرنا الأخير، تصدر العراق قائمة الدول التي تستورد منتجات الألبان من إيران. وبحسب وكالة إيسنا الإيرانية، فقد اشترت 39 دولة منتجات الألبان من إيران في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري، على رأسها العراق، حيث احتل الوجهة الأولى لمنتجات الألبان الإيرانية بنسبة تجاوزت 65% من حصة التصدير، ما يمثل زيادة بنسبة 31% في الأشهر الستة هذه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.